صباح الخير. ان شاء الله هنبتدي النهارده اول محاضره في محاضرات اليورو جينيتال موديول. هنبتدي بالستراكشر اوف الكيدني ونعرف ازاي بيتكون اليورين. اول حاجه هناخد معلومات ان جنرال هتاخدوها في الاناتومي، ان احنا عندنا اليورينري سيستم عباره عن كيدني، عباره عن يوريتر، عباره عن يورينري بلادر. اليورينري سيستم ده وظيفته ان احنا بنعمل اكسكريشن لليورين. اليورين ده بيتم تكوينه في اللي هي عن طريق الكيدني. طيب عندنا هنا تو كيدني موجودين فين؟ موجودين في البوستيريور وول اوف ابدومن اكسترا بريتونيال اوتسايد البريتونيال كافيتي. Each kidney is supplied by renal artery. Renal artery ده direct branch from abdominal aorta ودrained by the vein اللي هي هنا الدرين في inferior vena cava. طيب الكيدني هنا بتقوم بايه؟ كلنا عارفين انها بتقوم بفلترة الدم، فاحنا هنا بنتكلم بقى ونقول ان الكيدني لما بتتعامل مع البلاد بلازما اللي معدية فيها، فهي هنا بتقوم بالفلتريشن اوف البلازما وهتعمل فلتريشن لكل السابستنس الموجودة في البلازما اكسبت البلازما بروتين. طيب بعد ما بتقوم بعملية الفلتريشن وبيكون النتيجة تكوين اليورين، اليورين بيمشي فين؟ في الرينال بيلفس ومنه لليوريتر ومنه يوصل للبلادر وتتم عملية الميكتيوريشن اللي هناخدها ده برضو في نهاية اللي هي الموديول. طيب لو بصينا اكتر للرينال ماس او الكيدني ماس وفتحناها وبصينا فيها هنلاقي ان هي باين فيها انها عبارة عن تو بارت، البارت اللي هي الخارجي بنسميه كورتكس وبارت الداخلي بنسميه كلمة مضلة. طيب التو بارتس دول اتقسموا كده ازاي؟ قال لي لان في وحدة اساسية في الكيدني وهي النفرون، والنفرون دي بتبقى عبارة عن جزء فاسكولار وجزء اللي هي تيوبولار بارت، وفي هنا الجزء اللي هو الفاسكولار والتيوبولار في بدايتهم بيعملوا حاجة اسمها الرينال كورباسلز. الرينال كورباسلز عبارة عن اللي هي الجلوميرولس وسراوندد باي البيجينينج اوف رينال تيوبول اللي هي البومنز كابسول. طيب الرينال كورباسلز دي موجودة فين؟ قال لي دي بتبقى موجودة في الكورتكس بره، وبعدين بيليها اللي هي الأجزاء المختلفة من الرينال تيوبول. فالتيوبول هنا بنلاقيها ماشية لايك اللي هي اليو شيب، ده تيوبول اللي هتعرف عليه دلوقتي واسميه اللوب اوف هانل، فبيبقى ماشي بطريقة استرييتد في المظلة. فمن هنا جت التقسيمة وقلنا ان الرينال الكورتكس ده اللي هو الاوتر لاير اوف الكيدني، الجزء الخارجي من الكيدني اللي قلت عليه اللي هي الكورتكس، بيظهر شويه ريد لانه بياخد بلاد سبلاي كتير، وكمان جرانولار نتيجه لوجود اللي هي الجلوميرولس اللي موجوده في الرينال جلوميرولاي. طيب والمضله، المضله بتتكون من الرينال بيراميد، الرينال بيراميد ده وبتبقى بيلر اللي هي عن الكورتكس لانها بيوصل لها بور بلاد سبلاي، وبتبقى استرييتد. الاستريشن ده جه منين؟ قال لي ده جه من اللي هي loop of Hennel ومعاه اللي هي الكوليكتنج ايه كوليكتنج دكت، فقد الشكل اللي هو الاستريشن. الكلام ده انتوا بتاخدوه في الهيستولوجي. طيب بالنسبه لنا هنا الفانكشنال يونت اوف الكيدني هي النفرون، والنفرون دي ارينجد ان بوث اللي هي الكورتكس والمضله. النفرون دي في عندي كام نفرون ان ايتش كيدني؟ في عندي 1 مليون اوف النفرون ان ايتش كيدني، وكل نفرون هنا هي وحده وظيفيه كامله تؤدي وظيفه الكيدني كامله، يعني الفورميشن اوف اليورين يتم عن طريق اللي هي 1 نفرون. يبقى اللي هي كلمه الفانكشنال يونت هي السمولست يونت ذات كان perform the function of this organ. بالنسبة للكيدني فالنفرون هي الفانكشنال يونت اوف الكيدني، هي السمولست يونت اللي موجود في الكيدني that can perform all of the function of the kidney، هتقوم بكل وظيفة الكيدني. طيب اتعرف على النفرون هنا لما بيكبرها وبتتفتح بلاقي فيه هنا بيكتب لي ان في جزء بسميه اللي هي الجلوميرولس اللي هيبان عندي ده دلوقتي لما افتح الجلوميرولس، وعندي هنا رينال تيوبول. يبقى هي النفرون بتتكون من جزئين، الفاسكولار بارت واللي هي تيوبولار بارت. الفاسكولار بارت او الجلوميرولس، الجلوميرولس هنا اللي باينه عندي هي عباره عن شبه الكوره اللي هي بول لايك تافت اوف كابيلرز، اللي من هنا بتتم عمليه الفلتريشن للووتر والسوليوت، بيبتدي يبقى فلترد وبيبتدي يتحرك او اللي هي من الجلوميرولس ويخرج في اثناء البلاد ما بيوصل للجلوميرولس. طيب بنقول هنا هي منين بقى اتكونت او اللي هي التافت اوف كابيلرز دي جت منين؟ فقال لي بنبتدي من الاستراكشر ان انا بيدخل عندي رينال ارتري. رينال ارتري اللي دخل بيتقسم بيبتدي اللي هي لسيجمنتال ارتري، وبعد السيجمنتال انتر لوبر، وبعد الانتر لوبر بيدخل فيه اللي هي الاركويت، وبعدين الانتر لوبولار، وبعد الانتر لوبولار بيديني ايه؟ بعد الانتر لوبولار بيديني اللي هي الافرنت ارتريول والافرنت ارتريولز. طيب
الافرنت ارتريول هنا ده المهم عندي في الفسيولوجي اهو، بيبتدي يدي اللي هي التفت اوف كابيلاري اللي سميتها جلوميرولس، وبعدين بيخرج في صوره افرنت ارتريولز. الافرنت ارتريول بيرجع تاني يتقسم اللي هي السكند كابيلاري بيد اللي بسميه بيري تيوبولار كابيلاريز، اللي هي الكابيلاريز سراوندنج رينال تيوبول. طيب يبقى معنى كده ان الكدني بقى عندها تو سيتس اوف كابيلاري، الاول ده اللي سميته اللي هو جلوميرولس، والتاني اللي بسميه بيري تيوبولار كابيلاريز. يبقى هنا خرجت بعد البيري تيوبولار كابيلاريز اتجمعت في الفينيول، ومنه للفين اللي بيوصل ليه اللي هي هنا افتح لينا الفين في الانفيريور فينا كافا. طيب من الاستراكشر ده كده حسيت ان هي او شفت ايه؟ شفت حاجه اللي هي سبيشال او يونيك فور الكيدني، تو اللي هي تو كابيلاري سيتس، الفيرست جلوميرولس والسكند كانت عندي بري تيوبولار كابيلاري ديفرنت فانكشن. المين فانكشن اوف جلوميرولس قلت ان يعدي فيها البلاد وهيبتدي عمليه الفلتريشن. طيب تبتدي عمليه الفلتريشن هنا ان انا ابتدي انزل الفلتريت في البومنز كبسول اللي موجوده عندي هنا، فلقيت ان انا اللي هي الكابيلاري بيد دي او جلوميرولس ليها الهايست هيدروستاتيك بريشر في كل الكابيلاري بيد اللي موجوده عندي في جسمي. طلعت كام الهيدروستاتيك بريشر اللي موجوده؟ قال لي طلعت 60 مليمتر ميركوري، وده اعلى كابيلاري بيد موجوده عندي في جسمي. هي اساسا الهيدروستاتيك بريشر اللي موجود عندنا كام في الكابيلاريز بتاعتنا؟ كان 37 مليمتر ميركوري. طب ايه السبب اللي خلى الجلوميرولس يبقى ليها الهايست هيدروستاتيك بريشر عندي؟ هل نشوف اللي هي من شكلها؟ اولا الرينال ارتري ده لقيناه ان هو دايركت برانش من الاورطه، والاورطه ده الهايست بريشر اللي موجود عندي، فانا خدت حاجه اللي هي اللي هغذي بيها الكدني ببريشر عالي. طيب بعد كده لقيت في النهايه وقلت لكم بيهمني في الفسيولوجي ابتداء من الافرنت ارتريولز، وادي الجلوميرولس وادي الافرنت ارتريول. لقيت ايه؟ لقيت ان الافرنت ارتريول بيبقى ستريت وشورت ديستانس، والافرنت ارتريول ده الريزيستنس فيه عاليه. طب معناه ايه الكلام ده؟ قال لي معناه ان انت لما دخلت هنا في جلوميرولس كان اللي هي الافرنت ارتريول الشورت الستريت، فكانت الريزيستنس فيه بتبقى قليله، فبيزود هنا او في بلاد فلو واصل كتير. ولما جيت اثناء الخروج كان الخروج المفروض ان انا بعد الكابيلاري اخرج في فينيول، لا ده انا خرجت في ارتريول، فالافرنت ارتريول بيخلي البلاد يقابل هاي ريزيستنس، فنقول في هاي ريزيستنس موجوده في الافرنت ارتريول اكتر من افرنت ارتريول. طيب لما ادفع هنا بلاد كتير واجي عند المخرج يبقى هنا اللي هي فيه ريزيستنس، ده معنى كده ان البريشر عندي في الجلوميرولس ايه؟ يزيد. بيزيد يوصل لكام؟ بيزيد يوصل ل 60 ملم مركري. طيب ده هنا مناسب للوظيفه بتاعتي؟ طبعا مناسب، ده هيخلي دايما البالك فلو او الفلو دايما في اتجاه ايه؟ في اتجاه انه يحصل فلتريشن، فهي دي وظيفه الجلوميرولس انها تعمل عمليه الفلتريشن ليه؟ البلد اللي داخل فيها. يبقى دي هنا اول حاجه خدناها من الاستراكشر اللي هي تهمنا في الفسيولوجي. طيب بعد كده احنا عايزين نتعرف، قلنا الجلوميرولس عباره عن فاسكولار بارت، ادي الفاسكولار بارت، وفي تيوبولار بارت اللي هو ماشي معاه. تيوبولار بارت بيبتدي منين؟ قال التيوبولار بارت او التيوبولز، التيوبولز دي كلها ثين تيوب، والتيوبولز دول اللي هي مورفولوجيكالي وفانكشنالي مختلفين، فتقسمت لاجزاء، وخدنا منها اللي هي الاجزاء لما تاخدها في الهيستولوجي وتدرسها تلاقي ان كل جزء ليه سبيشال تايب اوف سيل شكل مختلف، واحنا من حيث الوظيفه برضو بتختلف. فاول حاجه بتقابلنا كلمه اللي هي البومنز كبسول. بومنز كبسول دي البلايندد اند اوف التيوبول، دي بدايه اللي هي تيوبول، وبتبقى فات على الجلوميرولس، وهنا بيبتدي يحصل اللي هي بدايه الفلتريت. الفلتريشن اللي حصل في البومنز كبسول بيمشي ليه؟ البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، يبقى ده اول بارت بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، وبعدها بنزل بيو شيبد ستراكشر بسميه اللوب اوف هنل، ماشي ليه ديسندنج اللي هي الديسندنج لمب والاسندنج لمب. الديسندنج لمب بيبقى ثين لمب، والاسندنج لمب جزء منه بيبقى ثين والجزء بيبقى ثيك، وهندرسه في الهيستولوجي ونشوف الاختلاف بينه بين الديسندنج والاسندنج لمب. بعد كده بكمل في الديستال كونفوليوتد تيوبيول، من الديستال كونفوليوتد تيوبيول بنجمع اللي هي اليورين في الكولكتنج داكت، وبعدين بينزل في اللي هي الرينال بلفس، ومن الرينال بلفس اللي هي بيبقى بيخرج بره اللي هي او بيتجمع.
طيب احنا كده وصلنا ليه؟ وصلنا ليه ليه ان الايتش نيفرون، الايتش نيفرون دي هي الفانكشنال يونت اوف الكيدني، وكل وحده نيفرون معموله من فاسكولار بارت ومن تيوبولار بارت، وان اللي هي الرينال ارتري هنا لما وصل الرينال ارتري ده دايركت برانش من الاورطه وبيوصل وبيتقسم. اول حته بتهمني في الفسيولوجي اللي هي الانتر لوبيولار ارتري اللي بيديني افرنت ارتريول، وبعدين افرنت ارتريول بتدي جلوميرولس ويخرج افرنت ارتريول، والافرنت ارتريول بيطلع يطلع تاني يعمل سكند كابيلاريس اللي سميتها بيريتيوبولار كابيلاريس، وبعدين بيتجمع في الفينيول ويخرج في الفين. فده الاستراكشر اللي انت بتدرسه بتاع ايه؟ بتاعي اللي هي بتاع النفرون. فاقول ان النفرون اساسا هي اساسها اللي هي الجزء التيوبولار بارت، وادي التيوبولار بارت بومنز كابسول بروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، نزلت باللوب اوف هنل ديستال كونفوليوتد تيوبول، ومنه اللي هي كولكتنج داكت، دخلت عليها بالافرنت ارتريولز، بعدين عملت الجلوميرولس، وبعدين خرجنا افرنت ارتريولز، بيمشي بحاجه اسمها بيريتيوبولار كابيلاريز اراوند التيوبيول. فبعض النفرون بيمشي بحاجه اسمها الفازا ريكتا حوالين اللوب اوف هنل. من قلت ببعض ده ليه؟ لان بدا عندي يبقى في شكلين للنفرون، في نفرون هنا قصيره والنفرون دي الطويله. النفرون هنا موجوده دي القصيره والطويله اكوردنج لايه؟ قال لي اكوردنج لللينس اوف لوب اوف هنل. فبدات اقول في different types of nephron، في نوعين، النوع الاول بسميه كلمه cortical nephron، والنوع الثاني هسميه كلمه juxtamedullary nephron. الفرق بينهم في حاجتين، الحاجه الاولى هبص على مكان الجلوميرولس، الحاجه الثانيه هبص على اللوب اوف هنل، اللينث اوف لوب اوف هنل. فبقيت اقول اللي هي الاولى اللي هي الكورتيكال نيفرون. الكورتيكال نيفرون دي بتمثل قد ايه؟ قال لي بتمثل 85% من التوتال نمبر اوف النيفرون اللي موجوده عندي. عندي قد ايه ان ايتش نيفرون؟ عندي اباوت 1 مليون من النيفرون ان ايتش كيدني، في منهم 85% بقول عليهم كلمه الكورتيكال نيفرون لان الجلوميرولس بتاعتهم موجود في الاوتر كورتكس. طيب الباقي ال 15%، ال 15% لقيت ان الكورتكس الجلوميرولس بتاعتي موجوده نير المضلع، عشان كده تسمى جاكستا ميدلري. جاكستا ميدلري يعني القريب من المضلع. دي بتمثل قد ايه؟ قال لي بتمثل 15% من الرينال اللي هي من النفرون. طيب ال 15% من النفرون دول بيميزهم ايه كمان؟ قال لو بصيت على اللوب اوف هنل فهلاقي اللوب اوف هنل اللينس بتاعه اطول ونازل المور ديب ان الرينال مضله، ومش كمان بس كده، لا ده الافرنت ارتريول وهو خارج بينزل بلاد فيسلز بتمشي حوالين اليو ستراكشر ده او اللوب اوف هنل، وبتعمل هي كمان يو شيب ذا بلاد فيسلز اهي، بسميها كلمه فازا ريكتا اللي هي الفيسلز اللي مشيت ستريت وماشيه حوالين الديسندنج لمب اوف لوب اوف هنل والاسندنج لمب. الاستراكشر ده من اللمب اوف لوب اوف هنل والفازا ريكتا ده كده هيبقى ليه دور مهم في عملية الكونسنتريشن اوف اليورين. فمن هنا قال لي يبقى عندنا التو تايبس اوف النفرون. النفرون الاولى اللي هي الجروب الاول خدت اللي هي 85% من النفرون الجلوميرولس بتاعتها موجودة في الأوتر كورتكس. طيب والباقي اللي هو القليل ال 15% النفرون الجلوميرولس بتاعتها موجودة فين؟ نير المضلة. ده أول فرق لقي عندي في الجدول. طيب أنا شفت الجلوميرولس، أشوف اللوب أوف هنل، ده هنا اللي هي الكورتيكال نفرون يبقى ليها شورت اللي هي لوب أوف هنل اللي بنتريت ايه؟ ماشي مسافة قصيرة في المضلة. لكن التاني جاكستا ميدلري نفرون ألاقي اللوب أوف هنل اللي هي اللونج وماشي ديب في المضلة. طيب لو قلت على الفاسكولار كومبوننت بتاعي او البارت هنا، الفاسكولار كومبوننت في الكورتيكال هيبقى فيه البريتيوبولار كابيلاريز اللي ماشيه حوالين اللي هي تيوبيول. لا ده في حاجتين، في الفاز ريكتا ده اللي هي الاستراكشر الاول، وبرده معاها البريتيوبولار كابيلاريز اللي بتبقى ماشيه، يبقى فيها الاثنين. طيب الفرق في الوظيفه ايه؟ هي مين دي النفرون بتقوم بايه؟ العمليه الفورميشن اوف اليورين او اللي هي الفلتريشن، انما الجزء اللي هي ال 15% السبيشال فانكشن بتاعتهم هي الكونسنتريشن اوف يورين. يبقى اليورين كونسنتريشن ده هو السبيشال فانكشن الخاصه بجاكستا ميدلري نيفرون. جاكستا ميدلري نيفرون النيفرون اللي هي فيها الجلوميرولاي بتاعتها بتبقى موجوده فين؟ موجوده في الكورتكس ديبلي نير المضله، هي اللي ليها اللونج لوب اوف هنل، فيها فازا ريكتا وفيها بيريتيوبولار كابيلاريز ات سيم تايم.
طيب وايه وظيفة الكيدني بتاعتنا؟ الكيدني دي هنا essential for homeostasis. homeostasis keeping internal environment of the organ constant. انا حافظت عليها ثابته. هي معناها ان ليا الاكسترا سيلولار فلويد عندي اللي موجوده اللي هي surrounding ليه اللي هي حوالين السل دي انا بحافظ عليها في حاله ثبات. بتحافظ عليه، بنحافظ على اول حاجه واهم حاجه مثلا الووتر والالكترولايت بالانس. فلو كان عندي زياده في الووتر او الالكترولايت الكيدني كان اليمينيت ات. لو عندي ديفيشنسي ونقص في اللي هي السبستنس دي فالكيدني ممكن تقلل اللوس اوف ذيس سبستنس فروم ذا بودي. يبقى هنا الكيدني دي المين فانكشن هي الهوميوستاسيس. لو حصل دينا الفيلير معناه ان انت بتدمر ليا بوث كيدني، دي اللي هي المترين الفيلير فاللي ده او شلت باي لاترال نفريكتومي او اي مشكله، ده الواحد ما يقدرش يعيش من غير كدني. اول وظيفه للكدني اللي هي علشان تحافظ على الهوميوستاسيس قلنا عمليه الايه الاكسكريشن للاكسس ووتر والالكترولايت او ريجوليشن للووتر والالكترولايت اللي موجوده عندي. طيب ايه كمان قال؟ ده في ويست برودكت كتيره، في يوريا، يوريك اسيد، في كرياتينين، دول لازم اتخلص منهم والا زيادتهم هتعمل مشاكل في جسمي. طيب في فورين كيميكلز ممكن تكون دخلت جسمنا، كل الحاجات اللي هي الجديده اللي هي والمأكولات اللي بيبقى فيها بعض اللي هي الحاجات الكيميكلز، في حاجات كتيره جدا بتوصل لنا، في حتى اللي هي الحاجات اللي هي الدراجز اللي داخله جسمنا، في الهرمونز اللي موجود ميتابولايز واكسكريتد باي ذا كيدني. فكل دي حاجات اللي هي بنعتبرها ويست برودكت، توكسين، سبستانس اللي هي لازم نتخلص منها. فهي الكيدني وظيفتها الاساسيه انها تبتدي تتخلص من ايه اكسكريشن للميتابوليك ويست برودكت وكل الدراجز والكيميكلز والهرمونز اللي اخذناها. طيب يبقى الكيدني دي وظيفتها الاساسيه انها ريجوليت اللي هي الووتر والسوليوت عندي واكسكريت الويست برودكت. واثناء ما بنعمل كده بنلاقي في وظايف بقى للكيدني مشيت معايا واخدناها قبل كده. خدنا الرول اوف كيدني في الريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر، اه لانها طلعت الرينين، والرينين ده بيشغل السيستم اللي اسمه الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، وده فيري امبورتنت في الريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر. طيب ريجوليشن اوف اسيد بيس بالانس البي اتش بتاعتنا في جسمنا، طيب ده لسه هناخده هنا في نهايه اللي هي محاضرات الموديول عندنا. طيب الاريثروسايت برودكشن، الله هي كان ايه دخل الكيدني بيها؟ ما الكيدني كان بيطلع الاريثروبويتين هرمون اللي هي ليه دور في الاريثروبويسس، وكان الشخص اللي هيحصل له رينال فيلير او كرونيك رينال فيلير كنا بنقول عنده انيميا نتيجه لديكريز البرودكشن اوف الاريثروبويتين. طيب هو من السل اللي تقدر تصنع اللي هي الجلوكوز باي ذا بروسيس اوف اللي هي الجلوكونيوجينيسيس، اللي هي بكون الجلوكوز من السورس اذرزين الكربوهيدرات. فهنا دي بتبقى مهمه في حالات اللي هي برولونجد فاستنج انها تعمل ريجوليشن للبلاد جلوكوز ليفل. طيب من الحاجات دي انت بتطلع وظيفه مهمه وخدناها واللي دايما بتتقال او بيتسال عليها كلمه الاندوكراين فانكشن اوف الكيدني. اندوكراين فانكشن انا لسه قلت ان هي بيطلع رينين عشان ريجوليت الارتيريال بلاد بريشر، ان هو بيطلع الاريثروبويتين فور البروسيس اوف اللي هي الاريثروبويسس. طيب دول كده انا واخدهم من قبل كده. في ايه تاني كنا واخدينه؟ كنا واخدين في الاندوكراين ان عمليه الاكتيفيشن اوف الفيتامين دي بتتم بانزيم 1 الفا هيدروكسيل انزيم اللي بتطلعه الكيدني، فبيحصل اللي هي الاكتيفيشن اوف فيتامين دي. طيب دول كده انا اعتبرهم اندوكراين فانكشن. بالاضافه لايه؟ قال لي بالاضافه لحاجه مهمه جدا في بروستاجلاندينز بتطلعهم الكيدنيز، والبروستاجلاندين دول مهمين وخصوصا البروستاجلاندين اللي هي الاي 2 والاي 2 اللي هم مسؤولين عن الفازو دايليشن اوف البلاد فيسلز في الكيدني، واحنا هنبقى نتكلم عنهم في كل مره هنتكلم عن الريجوليشن في الكيدني. طيب يبقى كل الكلام ده كده كلام مقدمة. هنبتدي في الهيستولوجي برضو محتاجين يقول لنا على ستراكتشر مهم اسمه الجاكستا جلوميرولار اباريتس. يعني ايه الجاكستا جلوميرولار اباريتس؟ قال لي ده عبارة عن كومباينيشن من سبيشاليزد تيوبولار بارت اللي هي الانيشيال بارت اوف الديستال كونفوليوت تيوبول، وهو معدي بين الافرنت ارتريولز والافرنت ارتريولز، فبقى كل ده على بعضه ستراكتشر هسميه جاكستا جلوميرولار اباريتس. يبقى ايه الجهاز ده او الاباريتس ده؟ قال لي كومباينيشن من سبيشاليزد تيوبولار سيل موجوده في الانيشيال بارت اوف الديستال كونفوليوت تيوبول، ومدخل الافرنت ارتريول هو داخل الجلوميرولس، ومخرج الافرنت ارتريول عمل فاسكولار بول عدى ما بينهم اللي هي الديستال كونفوليوت تيوبول، عدت بينهم فبقى بدايه الديستال كونفوليوت تيوبول فيها سبيشاليزد تايب اوف سيلز اللي هي هتبتدي تعمل لي الاباريتس ده. طيب ايه السيلز اللي موجوده عندي هنا نكبرها؟ قال لي اول سيل هسميها الماك
الماكيولا دنسا سيلز. ايه الماكيولا دنسا سيلز؟ دول مجموعة الماكيولا دنسا سيلز، دول موديفايد ابيثيريال سيلز موجودة في الانيشيال بارت اوف الديستال كونفوليوت تيوبيول. دول الماكيولا دنسا موجودين عند اللي او بين الافرنت والافرنت ارتريولز. طيب الماكيولا دنسا دي بوضعها ده هنا بتحس بايه او بيستفيد منها بايه؟ قال لي دي كيمو ريسبتورز. يعني ايه كيمو ريسبتورز؟ ديتكت اللي تشينج في الصوديوم كلورايد، فهي في موقع مهم جدا بين الافرنت ارتريولز والافرنت ارتريولز، ودي بدايه الديستال كونفوليوت تيوبيول. فمع اللي تشينج للصوديوم كلورايد، وهعرف الصوديوم كلورايد ده بيديني معلومات عن اللي هي قد ايه كان في فلتريشن نازل، او قد ايه كمان البلاد اللي كان واصل ليا. فهنا عن طريق الماكيولا دنسا دي اللي هعتبرها كيمو ريسبتورز، الكيمو ريسبتورز دي اللي هي استيميوليتد بالصوديوم كلورايد لود اللي تشينج فيه تغييره، فهتبتدي تاخد ايه ده يبقى ليها افكت. يبقى اول سيلز عندي كانت مين؟ الماكيولا دنسا سيلز. ماكيولا دنسا دي سبيشالايزد ايبيثيليال، دي ايبيثيليال سيلز في الانيشيال بارت او انيشيال بورشن اوف ديستال كونفوليوتد تيوبيول لما جا بين الافرنت والافرنت ارتريولز. اهم حاجه اعرفها عنها انها كيمو ريسبتورز. طيب الجاكستا جلوميرولار سيلز موجوده فين؟ قال لي دي سبيشالايزد سيل موجوده في الميديا اوف افرنت ارتريول لما جاي يدخل في جلوميرولاس، اند تو ليسر اكستند في الافرنت ارتريولز، ممكن الاقي كميه بسيطه منها في الافرنت ارتريولز. طيب السيلز دي بقول عليهم ايه؟ قال لي بنقول عليهم دول جرانولار سيلز. يبقى ايه هي الجاكستا جلوميرولار سيل؟ الجاكستا جلوميرولار سيلز هي السيلز اللي هي جرانولار سيلز دي جايه في او موجوده في الميديا. هنا الميديا دي مكان اللي هي السموث ماسل سيل بتاعت اللي هي الافرنت ارتريولز. طيب السيلز دي وظيفتها ايه؟ قال لي احنا بنعتبرها بارو ريسبتورز. بارو ريسبتورز اللي هي موجوده في الميديا اوف افرنت ارتريولز، وفي كميه صغيره في الافرنت ارتريولز. هي بتتابع ايه؟ اللي هي بتتابع البلاد بريشر، تتابع البلاد بريشر. لو حصل ديكريز في البلاد بريشر اللي هي مثلا او في هايبوفوليميا، لما يقل البلاد بريشر يقل البرفيوجن بريشر، الضغط اللي هي بيغذي بدخل بيه على الكيدني. او لو انا استيميوليت اللي هي البيتا ريسبتورز اللي موجوده فيها الادرينرجيك ريسبتور ستيميلانت، كل الحاجات دول يعملوا ايه؟ قال لي دول ممكن يبقوا استيميوليت اللي هي البارو ريسبتور، فيبقى ليها ريسبونس، هتاخد اللي هي الاكشن. ايه الريسبونس بتاعها؟ قال لي السيلز دي بتطلع رينين، يبقى الجرانولار سيلز دي ريليز الرينين. طب اول ما تسمع الرينين يا ترى انت يجي في دماغك حاجه؟ اول ما اسمع الرينين اقول ايه؟ طب ما انا هنا السيلز دي حست ان في نقص في البلاد بريشر، عشان كده طلعت الرينين. الرينين اللي اكتيفيت الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1، والانجيوتنسين 1 بالانجيوتنسين كونفرتنج انزيم بيتحول لانجيوتنسين 2، والانجيوتنسين 2 ده الاكتف اللي كان بيرفع لي ايه؟ بيرفع لي الضغط. يبقى هنا السيلز دي اسمها ايه؟ جاكستا جلوميرولار سيلز، اللي هي موجوده في الميديا اوف افرنت ارتريولز وليسر اكستنت في الافرنت ارتريولز، ودي جرانولار سيل. دي بقول عليهم كلمه بارو ريسبتور. ديتكت اللي تشينجز هنا في البلاد بريشر، لما يحصل دروب في البلاد بريشر او اللي هي هايبوفوليميا ديكريز البرفيوجن بريشر، هذا يحصل ايه؟ استيميول بيطلع الرينين. طيب اخر سيلز موجوده هنا، ده نوع من الميسنجيال سيلز. ميسنجيال سيلز هتقابلها عندي في حاجتين، اللي هي في انترا جلوميرولس، انترا جلوميرولس هنا اللي هي الموجوده ميسنجيال سيلز، والاكسترا جلوميرولس، اكسترا بره الجلوميرولس موجوده بين الافرنت والافرنت ارتريولز. ابتل ناو الفانكشن بتاعتها نوت كلير، لكن احيانا بيقولوا هي ممكن تكون ليها رول ان هي تكون بتخزن اللي هي الرينين. طيب الجاكستا جلوميرولر اباريت ده مهم جدا، ونفضل كل مرة في الكدني لما نحتاج ريجوليشن في الكدني للرينال بلاد فلو للجي اف ار، ارجع واقول لك فاكر اللي هي الجاكستا جلوميرولار اباريتس والرول اللي كان بيعملها؟ هو عبارة عن ايه؟ ماكيولا دنسا سيل دي كيمو ريسبتور، لان على طول اقول اللي هي الديستال كونفوليوتد تيبيول ديتكت الصوديوم كلورايد. طيب الجاكستا جلوميرولار سيلز دي بارو ريسبتورز، بارو ريسبتورز وين ستيميوليتد مع دروب في الارتيريال بلاد بريشر او الهايبوفوليميا تبتدي تطلع ايه؟ قال لي تبتدي تطلع الرينين. طيب والليسيا السيل اللي هي الاكسترا جلوميرولار سيلز هنا اللي موجوده بين الافرنت والافرنت ارتريول، ابتلنا اللي هي الفانكشن بتاعتها نوت كلير. طيب نيجي هنا ونشوف دي كده اللي هي الليسيا السيل، ودي جاكستا جلوميرولار سيلز، ودي الماكيولا دنسا سيل. يبقى ده اللي هي الجاكستا جلوميرولار اباريتس بتاعنا. طيب السمباثيك بقى والرول بتاعته هنا، قال لما بيقل البلاد بريشر
او يحصل هايبوفوليميا هو ستيميوليت اللي هي الجاكستاجلوميرولار سيلز فتطلعي الرينين. فالجاكستاجلوميرولار سيلز بقى ليها رول في ريجوليشن اوف ارتيريال بلاد بريشر، ودي اخدناها في سنه اولى لما قلنا ان من ضمن الحاجات اللي اعمل بيها ريجوليشن الارتيريال بلاد بريشر لو انترميديت قلنا اللي هي الريليز اوف الرينين والانجيوتنسين هنا، فبطلع ليه الرينين انجيوتنسين سيستم ده لو انترميديت، ولو ضفت له اللي هي الالدوستيرون هرمون فيبقى اللونج تيرم ريجوليشن arterial blood pressure. يبقى الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم ده important for regulation of arterial blood pressure. قال لي حاجة كمان، انت الارتيريال blood pressure هنا لما يتغير سواء اللي هو لو زاد او لو قل فبيعمل ايه؟ لو زاد يدفع blood كتير فيزيد الكمية الدم اللي رايحة للكدني، بسميها كلمة الرينال blood flow، ولما زود الكمية اللي رايحة للكدني فبالتالي الكمية اللي بعمل لها filtration هي كمان بتزيد، دي اللي هي GFR. فبنقول هنا وجود جاكستاجلوميرولار اباريتس هيبقى ليه دور كبير في ان انا اعمل ريجوليشن او اوتو، بقى لو هنتكلم اوتو ريجوليشن للرينال بلاد فلو والجي اف ار اثناء ايه؟ اثناء ما انت هتغير في البلاد بريشر. هنا مره البلاد بريشر ده كان بالنسبه لنا كده عالي، وهنا مره البلاد بريشر بالنسبه لنا كان قليل. في الحالتين انا عايزه دايما ايه؟ قال لي عايزه دايما اثبت كميه الدم اللي داخله للكدني واثبت الجي اف ار كميتها ثابتة، لأن الكمية الثابتة دي هي الكمية اللي بتسمح لي بان انا اعمل فلتريشن للويست برودكت والتوكسيك سابستانس اللي هي الموجوده عندي في جسمي واخرجها بره. يبقى الجاكستاجلوميرولار اباريتس ده اباريتس هيشتغل معايا ويحافظ على او يعمل اوتو ريجوليشن للرينال بلاد فلو والجي اف ار. طيب اللي برضو كان ليه رول في الارتيريال بلاد بريشر، طيب قلنا ده مربوط بايه؟ علشان هو اللي هناخده هنا لما هقول السمباثاتيك انرفيشن او اللي هي اللي وصل للكدني عمل فيها ايه. اقول لك السمباثاتيك نقول لما يزيد الاكتيفيتي اوف سمباثاتيك، ده ما كان معناه الكلمه اللي لسه قايلاها ان حصل دروب في البلاد بريشر عندي او في نقص في اللي هي البلاد فوليوم، بلاد فوليوم عندي قل. طيب لما يكون عندي بلاد بريشر قليل او بلاد فوليوم قليل فمعناها ان انا عايز احافظ على الفلويد في جسمي، يبقى هعمل ايه؟ قال لي هو هيشتغل على ثلاث حاجات، يشتغل على بلاد فيسلز دي حاجه، حاجه الثانيه يشتغل على اللي هي التيوبولز، ثالث حاجه يشتغل على الاستراكشر اللي احنا لسه قايلينه الجاكستا اللي هي جاكستا جلوميرولار اباريتس اللي كان موجود عندنا. طيب الجاكستا جلوميرولار اباريتس ده اللي كان بيطلع الرينين، طيب يبقى هو السمباثاتيك لما يزيد الاكتيفيتي بتاعته استيميليت الجاكستا جلوميرولار سيل عن طريق البيتا ادرينرجيك ريسبتور بيتا 1 فيبتدي يطلع ايه؟ قال لي هيزود الريليز اوف الرينين، والرينين بالتالي يبقى يرفع ضغط الدم وكوركت البلاد بريشر. طيب على البلاد فيسلز، على البلاد فيسلز عن طريق الالفا ادرينرجيك ريسبتور يعمل فازو كونستريكشن في كل اللي هي البلاد فيسلز اوف الكدني، فلما اقفل اللي هي البلاد فيسلز فازو كونستريكشن انا ضيقت اللي هي البلاد فيسلز بتاعتي فقللت الرينال بلاد فلو، لما ادخل للكدني بلاد قليل يبقى بالتالي بتقلل الفلتريت، ده الفلتريت اللي نازل يبقى هنا الكميه بتاعته بتقل، يبقى ده هنا بحافظ على اللي هي الفلويد بحافظ عليها في جسمي. طيب لما الفلويد تنزل وتمشي في الرينال تيوبيول تعمل لها ايه؟ قال هيزود الصوديوم ري ابسوربشن، واحنا عارفين ان انا لما اعمل او هنعرف لما اخد الصوديوم باخد وراه اوبلوجاتوري باخد وراه الووتر، فكده بحافظ على الفلويد في جسمي. يبقى لما يقول لي ايه وظيفه السمباثاتيك في الكدني؟ عملت فازو كونستريكشن في البلاد فيسلز، فهنا ده عن طريق الالفا ادرينرجيك ريسبتورز، لما هنا بقلل او بقفل البلاد فيسلز بقلل الرينال بلاد فلو، لما اقلل الرينال بلاد فلو اقلل كميه الجي اف ار، يبقى ده هنا ممكن يحصل في اثناء ايه؟ ممكن يحصل مثلا بصوره مش ملحوظه لما تغير وضعك من اللي هي السوباين ستاندنج بوزيشن لما اكون في اكسرسايز، لكن في الصوره الواضحه اللي هي الكبيره اللي بتكلم عنها في دروب اوف الارتيريال بلاد بريشر. طيب لما يشتغل على جاكستاجلوميرولار سيلز، دي سيلز الويتش ريليز الرينين، فكده هيطلع الرينين، وهنا عندي بيتا 1 ادرينرجيك ريسبتور وخروج الرينين ده من ضمن الحاجات اللي تظبط لي الضغط. طيب ودايركت على الرينال تيوبيول يزود الصوديوم ري ابسوربشن، وانا هعرف انه لما يزود الصوديوم ري ابسوربشن اوبلوجاتوري بياخد معاه الميات بتاعته، فكده انا بحافظ على البلاد فوليوم وبرفع من الضغط. قال طيب تمام، ايه بقى البروسيس اللي بتبقى الكدني تقدر تكون بيها اليورين؟ البروسيس الكدني تقدر تكون بيها اليورين اللي هي عمليه من ثلاث حاجات، اللي هي اول حاجه هنسمي كلمه فلتريشن، وبعدين ري ابسوربشن،
وبعدين كلمة سيكريشن. دول 3 بروسيسز اللي بيكونوا اليورين، واليورين خروجه بره الجسم اسمه كلمة اكسكريشن علشان نفرق. طيب مين اللي بيقوم بالوظيفة دي؟ بنقول ايتش نفرون، كل نفرون قادرة انها تقوم بالوظيفة دي لوحدها، يعني هي الفانكشنال يونت بتاعت الكدني، فبتكون اليورين بالثري بروسيسز. طيب نعرف الديفينيشن بتاع كل بروسيس، وفي المحاضرة الجاية هنعرفهم اكتر. كلمة فلتريشن معناها ايه؟ ادي الرينال بلاد فلو دخل في الافرنت ارتريولز ووصل للجلوميرولس، في جزء منه بيبقى فلتر، ده فلتر دي يعني بيعدي من الجلوميرولس في البومنز كابسول. يبقى كلمه فلتريشن، فلتريشن فروم الجلوميرولر كابيلاريز انتو البومنز كابسول، عملت فلتريشن لايه؟ للفلويد بتاعه البلازما واللي مليانه بالالكترولايتس وبكل حاجه ما عدا اكسبت اللي هي البلازما بروتين، ما بيحصل لهاش فلتريشن. طيب ايه كمان ملوش علاقه؟ احنا بنفلتر بلازما، فالار بي سيز او اللي هي البلاد سيلز ار نورمالي نوت فلتر، ما بتعديش. يبقى انا خدت ايه؟ خدت اللي هي البلازما ماينس كولويد، عملت لها فلتريشن. طب هل يا ترى اللي هي الفلتر دي هتاخد طريقها وتنزل كلها في اليورين؟ الله، ده انا هيتبقى لي ايه لو انا كل ما اعدي على الكدني اديها كل الفلويد والسولت بتاعتي؟ لا، ده انا هقوم بعد الفلتريشن اعمل عمليه تانية اسمها ري ابسوربشن ترانسفير اوف السولت والووتر من التيوبولار اللي هي من التيوبولار فلويد باك تو البري تيوبولار كابيلرز. البري تيوبولار كابيلرز الكابيلرز اللي كانت ماشيه حوالين التيوبولز، فانا نقلت من الفلويد هنا اللي موجوده في التيوبول ودخلتها للبري تيوبولار كابيلرز. طيب لو انا كان البلاد عدى هنا وملحقش يتفلتر ومشي هنا وفي توكسيك سابستنس او الميتابلايتس او اي ويست محتاجه اتخلص منها، فهنقوم بعمليه سيكريشن. سيكريشن يعني ترانسفير اوف سابستنس من البريتيوبولار كابيلاري الى التيوبولار ايه؟ للتيوبولار اليومن. ويبقى عندي 3 بروسيس، عندي فلتريشن، عندي ري ابسوربشن، عندي سيكريشن. سيكريشن سيكريت السابستنس، اليمينيت السابستنس من البريتيوبولار كابيلاري انتو تيوبولار اليومن، حصلتهم كونوا اليورين اكسكريشن. قال لي طيب عايزين نقف عند نقطة مهمة اللي هي البريتيوبولار كابيلاري. بريتيوبولار كابيلاري دي السكند كابيلاري بيد اللي قابلتها في الكدني، الفيرست كابيلاري بيد اللي هي الجلوميرولس، وقلنا ان الكدني يونيك انها فيها تو كابيلاري بيد. الاولى كان ليها ايه؟ لسه قايلين ليها هاي هيدروستاتيك بريشر، الهيدروستاتيك بريشر بتاعها وصل ل 60 ملم مركري. طيب هل البريتيوبولار كابيلاري اللي هي النكست او السكند كابيلاري بيد هيبقى ليها نفس الهاي هيدروستاتيك بريشر ده؟ قال لي لا، بالعكس هيبقى فيها لو بريشر. اللو بريشر هنا بتاعي او الهيدروستاتيك بريشر ايكوال 13. قال لي طيب ليه ما بريشر فيها مش عالي؟ قلنا اكوردنج للفانكشن. انت في الجلوميرولس المين فانكشن بتاعتي ان عايز اعمل فلتره، عايزه طول فتره اللي هي الكابيلاري ده والبلاد ماشي في الكابيلاري هنا اللي هي الجلوميرولس يعمل عمليه فلتره او يبقى كله اللي هي فلتريشن، يعني هيلب اللي هي الفلتريشن. لكن في البريتيوبولار كابيلر انت محتاج تعمل فلتره ولا محتاج تعمل ايه؟ قال لي لا، ده وظيفتها الاساسيه ان انا اعمل ري ابسوربشن. ري ابسوربشن يبقى هنا محتاج لو هيدروستاتيك بريشر عشان هيلب الري ابسوربشن، زي ما هنشوف دلوقتي ونتعلم ايه القوه اللي بتتحكم في سوائل الفلويد تخرج بره الكابيلرز او تدخل وواخدينها في السيركيوليشن. فانا هنا اللو بريشر اللي موجوده في البريتيوبولار كابيلري اللي هي ال 13 ملم مركري دي هي هيلب الري ابسوربتيف بروسيس بتاعه اللي هي الكدني. وبالطريقه دي يبقى انت عملت ايه؟ قال لي عديت اللي هي الفلتريشن، عملت فلتره. بتعمل فلتره لمين؟ هل كل البلاد اللي داخل عندك؟ قال لا، انا هنا فلتريت اللي هي البلازما اللي ماشيه. طب فلتريت البلازما كله بيعدي؟ قال لي اكسبت اللي هي البلازما بروتين. بلازما بروتين دي بتفضل جوه ما بيحصلهاش فلتريشن. طيب بعد الفلتريشن قال لما بننزل ووتر وبننزل سولت وبننزل حاجات مهمه كلها من الجلوميرولس محتاج ارجعها لجسمي تاني، ارجعها اخدها من التيوبولار فلويد ارجعها للبلاد، فبقى اعمل ري ابسوربشن. قال ان ممكن يكون البلاد اللي رجع في سيرتن سبستانس انا مش محتاجها او ويست برودكت، محتاجه ارجعها للتيوبولار ليومن هنا، فدي عمليه ايه؟ قال لي عمليه السكريشن. المحصله بتوع الثلاثه دول هي اللي بتعمل اكسكريشن او اللي هي اليورين ايه؟ يورين فورميشن. وكل نفرون منهم قلنا قادره تقوم بالثري بروسيسز اللي هي فلتريشن ري ابسوربشن اند سكريشن. ولما نقول يبقى اليورين فورميشن هو محصله ايه؟ قال لي
محصلة لثلاث حاجات، محصلة الجلوميريولاس، هنا الجلوميريولاس كابيلري عملت فلتريشن، ادي وصلت لليومن اهو. هل هخرج بالفلويد اللي موجودة في اليومن دايركت هنا وانزل بيها كلها على اليورين؟ لا، دي كانت تبقى مشكلة كبيرة. ليه؟ لان انا نزلت كل البلازما هنا في اللي هي تيوبيول، يبقى هرجع اعمل تيوبيولار ري ابسوربشن، ولو في توكسيك سابستنس او ويست برودكت مش عايزاهم اعمل لهم سكريشن، يبقى يتبقى عندي اليورين هو محصله ايه؟ قال لي محصله الفلتريشن ماينس ري ابسوربشن بلس التيوبيولار سكريشن، وتبقى دي معادله اللي هي اليورينري اكسكريشن ريت، كميه اليورين اللي بتخرج هتبقى هي الفلتريشن ريت ماينس ري ابسوربشن ريت بلس سكريشن ريت. طيب الفلويد دي اللي هي الفلترد وثابت اللي هي البومنز كبسول، مش هو الفلترد ده اللي نزل دايركتلي في اليورين؟ قال لي ده حصل له ايه اثناء مروره؟ حصل له موديفيكيشن، بقى موديفايد بالري ابسوربشن او بالسكريشن، وادى الفاينل او التوتال اللي هو اليورين. طيب اول موضوع في السيولوجي يمكن ما تسمعوش في الهيستولوجي او نقرب منه، كلمه الرينال بلاد فلو والاكسجين كونسامشن. اولا هي استهلاكها لكميه البلاد اللي بتوصل لها كميه كبيره واستهلاكها للاكسجين كبير. هتشوف دلوقتي ان الاكسجين كتير ده اللي جاي لها علشان حاجه مهمه جدا، واحنا خدناها علشان الليير دي ابسوربشن اوف الصوديوم، وعندي صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز بامب شغاله باستمرار وبتستهلك كميات كبيره من الانرجي والاكسجين. طيب ايه حكايه الرينال بلاد فلو؟ قال ناخدها خطوه خطوه. احنا عندنا الهارت اللي هي بيعمل ايه؟ قال لي بيطلع 5 لتر بير مينت اللي هي التوتال كاردياك اوت بوت اللي موجوده عندي. قال لي طيب متخيل ان التوتال كاردياك اوت بوت اللي عندنا الخمسه دول، ادي الخمسه طلعوا في حوالي 20-21% او حوالي خمسهم هيروح بس للكدني. الكدني بس بتاخد افريج من 1200-1300 ملي بير مينت، ده معناه ان كل 100 جرام من اللي هي الكدني بيوصل له من 300-400 ملي بير مينت. ده معناه انها خدت كميه بلاد كتيره بالنسبه للاورجان ده. ليه واخد كميه بلاد كتيره؟ قال شوف الفانكشن بتاعته، شايف الفانكشن بتاعته اللي هي المصفى دي؟ ده هو اللي عمال يفلتر لي كل الدم المفروض يوصل لي ويعمل له عمليه اللي هي عمليه الفلتريشن. فالبلاد اللي هو وصل للكدني، البلاد اللي هي ديليفرد تو الكدني، كميه البلاد اللي دخلت للكدني دي بسميها رينال بلاد فلو. طيب حسبتها ازاي؟ قلت لو عندي اللي هي التوتال دي كاردياك اوت بوت اللي هي الخمسه لتر بير مينت، انا بلاقي ان الكدني خدت منهم حوالي قد ايه؟ 1.2 لـ 1.3 لتر، او اللي هي 1200-1300 ملي بير مينت. طيب الباقي اللي هو حوالي اللي هي 3800 دول راحوا لمين؟ راحوا لبقيه التشو. الله، يبقى الجزء اللي خدته الكدني قد ايه؟ شايفين كلمه جزء من الكل، يعني الرينال فراكشن. الرينال فراكشن الجزء اللي اتاخد اللي هي ذا بورشن اوف كاردياك اوت بوت ذات باس تو ذا كدني، الكميه من الكاردياك اوت بوت اللي عدت للكدني بتبقى حوالي قد ايه؟ قال لي 21% او في الافريج بيكتبوه بعض الكتب 20، او اللي هو خمس الكاردياك اوت بوت. قال لك طب انت مستغرب دلوقتي انت قسمتهم كده ليه؟ ازاي هي خدت خمس الكارديك اوت بوت وبقيه التشو كلها والاورجان خدت 3800؟ قال لا مش مستغرب. ليه؟ لان الهدف من اللي هي البلازما اللي وصلتني، او الهدف من كميه البلاد اللي وصلت للكدني، ان انا بعمل فلتره للبلازما بتاعتي وبنقيها من الويست برودكت ومن التوكسيك سبستانس، ودي الوظيفه الاساسيه، والجزء الصغير اللي انا واخداه ده باخده فور نورشمنت. لكن كل التشو الباقيه واخده هي البلاد اللي علشان يديها اكسجين ويعمل ريموفنج للويست برودكت منها، ده للنورشمنت بتاعها. فانت هنا دي اساسا الوظيفه الاساسيه بتاعتها ان يوصلها دم كتير علشان عمليه ايه؟ قال لي عشان عمليه اللي هي الفلتريشن او الفلتره للبلاد اللي هو اللي وصلها. يبقى ده السبب ان هي خدت كميه كبيره. قال لي طيب ايه اللي بيحدد البلاد فلو في الكدني؟ الديترمينانت اوف رينال بلاد فلو، قال هيحددوا المعادله دي اللي هي الداخل اللي هو رينال ارتري بريشر، ادي رينال ارتري اللي هي بريشر قد ايه فيه، والرينال فين بريشر، بريشر في الرينال فين، وبقسمهم على التوتال فاسكولار ريزيستنس اللي موجوده في الكدني، التوتال رينال فاسكولار ريزيستنس. طيب هي البلاد فيسلز اللي دخلت الكدني مشيت ازاي؟ نبص عليهم، ادي رينال ارتري اول ما يدخل قلنا بيدي سيجمنتال ارتري، سيجمنتال ارتري بيدخل يدي
انتر لوبر ارتري، والانتر لوبر ارتري بيدي اللي هي اركويت ارتري، والاركويت ارتري بيبتدي يدي البرانشز دي اللي بنسميها انتر لوبيولر. من اول الانتر لوبيولر هنا انا باخده واكبره بره، ادي الانتر لوبيولر ارتري. الانتر لوبيولر ارتري هو اللي بيدي الافرنت ارتريولز اللي هي او الافرنت ارتريول اللي بتدي جلوميرولس وتطلع افرنت ارتريول. الافرنت بيدي بريتوبيولر كابيلاريز زي ما قلنا، وبعدين بتتجمع في الفينيول ومنها للفين وتكمل. طيب الريزيستنس هنا، كلمه ريزيستنس اللي هي ريزيستنس في كل اللي هي بيقول لي ان في التوتال رينال فاسكولار ريزيستنس، بس احنا بالنسبه لنا بنقول اهم مكان في الريزيستنس هو الانتر لوبيولار ارتري والافرنت ارتري والافرنت ارتريول والافرنت ارتريول، هم دول الميجر بارتس فور اللي هي الريزيستنس. طب قول لي علاقه الريزيستنس بالرينال بلاد فلو، الريزيستنس دي موجوده فين؟ موجوده تحت في المقام. يبقى لو زاد اللي هي المقام ده اللي هي الموجود عندي ده زودته، بس مع ثبات ايه؟ اكون مثبته الرينال ارتري بريشر والرينال فين بريشر وبدات اغير في الريزيستنس. بس لو زادت الريزيستنس ده معناه ايه؟ قل الرينال بلاد فلو هيقل. طيب لو قلت الريزيستنس المقام هنا يقل، يبقى الرينال بلاد فلو يزيد. طب هنقول طب واحنا ليه بناخد الحتت الصعبه دي؟ انت هيجي عليك وقت نقول هنقفل او هنعمل فازو كونستريكشن في الافرنت او في الافرنت ارتريول. فازو كونستريكشن يعني ايه؟ ريزيستنس زادت. طب لما الريزيستنس تزيد معناها ان كميه الدم اللي هتوصلني وتدخل للكدني هتتاثر ولا لا؟ هتتاثر وتقل. يبقى من هنا بدات اللي هي اهميه الرينال بلاد فلو. الرينال بلاد فلو كميه الدم اللي انا مدخلاها للكدني قد ايه؟ قال لي دي حوالي 21% من الكاردييك اوت بوت. طيب عرفنا هي ليه كتيره؟ عرفنا انها ليه كتير عشان دي وظيفة الكدني اساسا، عملية اللي هي الفلتريشن. طيب هو بيمشي الرينال بلاد فلو ماشي فين؟ ماشي في الديفرنت اللي هي الديفيجن دول لحد ما بيوصل للانتر لوبيولار ارتري واللي هي الافرنت ارتريول، وهنا ده الافرنت ارتريول، ودول هم المكان الاساسي للريزيستنس اللي احنا بنشتغل عليه. زياده ريزيستنس هتقلل الدم اللي داخل، نقص الريزيستنس تعمل العكس وتزود اللي هي الدم اللي هي اللي داخل للكدني. يبقى زياده الريزيستنس قللت الرينال بلاد فلو، نقص الريزيستنس زودت الرينال بلاد فلو. طيب قال لما الدم يدخل للكدني، الكدني دي قلتلنا انها رينال كورتكس ورينال مدلة، طيب هل هنوزعهم ايكوالي كده على كله ولا هيبقى في ريجونال بلاد فلو؟ كلمه ريجونال بلاد فلو يعني حسب الريجن بدي كميه دم. قال طيب ما احنا كنا قلنا ان الكورتكس هو في كورتيكال نيفرون اللي هم 85% من النيفرون اللي بيقوموا من الفانكشن بتاعه الكدني اللي هي عمليه ايه؟ اللي هي عمليه الفلتريشن. فهنا المين فانكشن اوف رينال كورتكس اللي هي الفلتريشن اوف البلاد، وعلشان هي المين فانكشن اللي هي كلمه فلتريشن اوف اللي هي اللارج فوليوم اوف البلازما، فاحنا هنديله كميه الاكتر من البلاد، هنديله حوالي قد ايه؟ قال هنديله 98% من الدم اللي داخل للكدني هيروح للكورتكس. طيب والباقي؟ قال لي الباقي 1-2% بيروحوا للمضله. طيب هي المضله دي فيها ايه؟ قال لي فيها مينلي جاكستا ميدلري نيفرون اللي ليها اللونج لوب اوف هينل، وفي حواليها الفاز ريكتا، ودول كده كام ليا كاستراكشر موجود عندي في الكدني مسؤولين عن concentration of اليورين. اللي بيساعد اللي هو اللوب اوف هينل والفازا ريكتا اللي حواليه عشان نعمل كونسنتريتد يورين هو كميه الدم القليله اللي هتروح للمضله، وكمان هتمشي ببطء سلاجش بلاد فلو اللي في الرينا المضله ده هيسمح بالكدني انها تعمل كونسنتريتد يورين. يبقى لما قلنا كلمه ريجونال بلاد فلو توزيعه الدم اللي دخل، يعني انا قلت ان انا خدت اللي هي 1200، طيب اللي هي مثلا ال 1200 دول او ال 1300 اللي اتاخدوا دول اوزعهم ازاي؟ قال لي 98% منهم تروح للكورتكس عشان ده اللي هي الفلتريشن لكميه البلازما الكتيره اللي موجوده عندي في الجلوميرولاي اللي هي بتاعه الكورتيكال نيفرون، والقليلين 1-2% يبقوا خاصين بالجاكستا ميدلري نيفرون اللي هي الجزء اللي عندي في المضله تحت اللي مسؤول عن الكونسنتريشن اوف يورين، والكميه القليله وهتمشي ببطء السلاجج دي هتساعدنا دلوقتي في الوظيفه بتاعه اللي هي الجاكستا ميدلري نيفرون. طيب اخر حاجه ومش هتتشرح في المحاضره دي، هتتشرح في المحاضرات الجايه، حاجه اسمها اوتو ريجوليشن للرينال بلاد فلو. احنا متعودين دايما لما الضغط يزيد اللي هي الارتريال بلاد بريشر
البلاد بريشر يزيد، فبنقول ده اللي هي البرفيوجن بريشر اللي رايح للاورجن. لما يزيد معناه ان في كميه دم كتيره توصل ايه، تدخل وهتوصل للكدني. طيب ولو كميه دم كتيره دخلت للكدني بيبقى نتيجه لكده ايه، دم كتير دخل، فبالتالي هيبقى اللي هي الجي اف ار هيبقى كتير، هفلتر كميه ايه، كميه كتيره. طيب يبقى معنى كده ان انت لما تغير في البلاد بريشر هتزود من الرينال بلاد فلو، وهتزود كمان من ايه، هتزود من الجي اف ار جلوميرولار فلتريشن ريت، لكن ده الكدني مش هتخليه يحصل. الكدني هتعمل ايه، هتعمل حاجه اسمها اوتو ريجوليشن. يعني ايه اوتو؟ ذاتي. يبقى هنا ريجوليشن حاجه ذاتيه في الكدني هتظبط الرينال بلاد فلو. فيقول لي لما الكدني بيرفيوزد ببريشر، بريشر عالي افريج مثلا، انا كنت باديه ب 90 عماله ارفع البلاد بريشر، ارفع لحد 220 ملم مركري، هي هتقدر انها تحافظ على الرينال بلاد فلو بتاعها ثابت، اللي هي بانها بتعمل ايه، قالها تغير الفاسكولار ريزيستنس. يعني ايه؟ ممكن اعمل ليه فازو كونستريكشن، اقفل فادخل بس كميه الدم اللي انا محتاجاها. يبقى تعريف الاوتو ريجوليشن، اوتو يعني هنا الشيء اللي او ريجوليشن ذاتي داخلي في الكدني. قال لي لما الكدني تبتدي تبقى برفيوزد ببريشر، البريشر عمال يعلى من 90 لحد 220، هلاقي ادي الجي اف ار بتاعي هثبته، والرينال بلاد فلو هيفضل ثابت عن طريق ان انت تغير ايه. قال لي هغير الريزيستنس في اللي هي الفاسكولار ريزيستنس، او اللي هي في الافرنت والافرنت ارتريول. طيب الميكانيزم ده هيحصل بايه؟ هيحصل بحاجتين، حاجه اسمها المايوجينيك ميكانيزم، وحاجه اسمها تيوبولو جلوميرولار فيد باك. مايوجينيك ميكانيزم ده انتوا لما هنشرحه المحاضره الجايه هتعرفوا ان احنا خدناه في السيركيوليشن، وتيوبولو جلوميرولار فيد باك هتبقى مسؤول عنها اللي هي المين، الجاكستا جلوميرولار اباريتس اللي احنا شرحناه. الميكانيزم ده بالاوتو ريجوليشن بالمايوجينيك وتيوبولو جلوميرولار فيد باك يخلي البريشر عمال يزيد، رغم زياده البريشر الجي اف ار هو فاضل ثابت والرينال بلاد فلو ثابت، لان انا بغير في الريزيستنس اوف افرنت والافرنت ارتريول. ادي الافرنت ارتريول والافرنت ايه ارتريولز، ده هيتشرح المحاضره الجايه. طيب ايه الايم اللي استفدته بقى؟ قال لي هنا انت ليه الكدني عملت اوتو ريجوليشن؟ قلنا عملت اوتو ريجوليشن علشان لما بثبت الرينال بلاد فلو بقدر اثبت الجي اف ار، وانا المفروض عندي الجي اف ار تفضل ثابته علشان هي دي الكميه بتاعتي بتاعت الفلتره اللي بقدر اعمل منها اكسكريشن لووتر وسوليوت اللي هي الكميه المناسبه، رغم تغيير الارتيريال بلاد بريشر اللي عمال يتغير مني، فانا افضل الجي اف ار بتاعتي ثابته، تفضل كميه السولت والووتر بتاعتي اللي انا بعمل لها اكسكريشن تفضل ثابته. يبقى الميجر فانكشن للاوتو ريجوليشن في الكدني انها تعمل ايه، انها مينتين بتحافظ على الجي اف ار اللي هي جلوميرولار فلتريشن ريت كونستانت، على الرغم من ان انت عمال تغير لها الارتيريال بلاد بريشر، لكن هي حافظت عليه ثابت، لان حافظ عليه كلمة precise control يعني الكنترول بالظبط، اقول لك هي حافظت عليه بالظبط. تقدر تعمل ايه؟ قال هتقدر ان هي الكدني تعمل excretion للووتر والسوليوت دول اللي هم الثابتين عندي رغم تغيير الارتيريا blood pressure. طيب الرينال اوتو ريجوليشن دي ما ليها علاقه بنيرفس سيستم او في هرمون معين هيخرج فيخليها؟ ده بقول لك اسمها اوتو ريجوليشن، اوتو يعني ذاتي. فاقول لك حتى لو خدت الكدني طلعتها بره ايزوليتد كدني او دينرفيتد كدني، عشان بتيجي في الام سي كيو دينرفيتد يعني قطعت عنها كل النيرف سبلاي، فهنا هتفضل هي قادره تقوم بعمليه الاوتو ريجوليشن بتاعتها. فنقول ان الرينال اوتو ريجوليشن بريزنت في الدينرفيتد والايزوليتد كدني اندبندنت اوف اني نيرفس او هرمون، ملهاش علاقه لا بنيرف ولا بهرمون، دي حاجه ذاتيه داخليه فيها حافظت على الرينال بلاد فلو بتاعتي ثابت، حافظت على الجي اف ار ثابت رغم تغيير الارتيريال بلاد بريشر. الجي اف ار ده هو العلامه على الاكسكريشن اوف ووتر والسولت عندي من الكدني، فانا بعمل له بريسايز كنترول. قال لي اخر حاجه ممكن تيجي في النظر ريليتد للكلام ده، الميجرمنت للرينال بلاد فلو. ازاي نقيس الرينال بلاد فلو؟ ازاي تقيس كميه الدم اللي انت دخلتها في اللي هي في الكدني؟ فهنقول ان الرينال بلاد فلو هنقيسه بماده اسمها بارا امينو هيبيوريك اسيد. طيب ايه هي البارا امينو هيبيوريك اسيد دي؟ هنقول بنقيس حاجه اسمها الاول بلازما كليرانس. طيب ده موضوع كبير هناخده في محاضره اللي هي ان شاء الله المحاضرات الجايه، بس اتليست انت معاك في النظر
نظري ان احنا نبقى عارفين لما يسالنا من ضمن الام سي كيو اللي مكتوب الميجرمنت اللي رينال بلاد فلو بنعمله بايه، هيقول لي بلازما كليرانس للبارا امينو هيبيوريك اسيد. طيب هي دي معناها ايه؟ هنعرف معناها ان شاء الله في المحاضرات الجايه. يبقى كده موضوع اللي هي رينال بلاد فلو ده يعتبر هو اهم موضوع في المحاضره الاولى. المحاضره الاولى كلها انترودكشن، كلها هيستولوجي، طلعت منها بس بحاجه ان اللي هي الهايدروستاتيك بريشر عندي في الجلوميرولس عالي اللي هو 60 مليمتر مركري، ده هيلب الفلتريشن. طيب وعند البريتيوبولار كابيلاري الهايدروستاتيك بريشر بتاعي قليل اللي هو 13، ده علشان هيلب الري ابسوربشن. طيب دول الحاجتين اللي طلعت بيهم من الهيستولوجي. طلعت ان في جاكستا جلوميرولار اباريتس، ده اباريتس مهم واستخدمه في الاوتو ريجوليشن وطالع منه الرينين وطالع منه اللي هي كيميكلز اللي تعمل لي اوتو ريجوليشن للكدني. واخر حاجه كلمه رينال بلاد فلو ان الكدني واخده حوالي 21% من الكاردياك اوت بوت لانها بتقوم بالوظيفه بتاعتها اللي هي الفلتريشن، دي الوظيفه الاساسيه اللي خدت عليها اللي هي البلاد الكتير، وان ده بحدده بالبريشر في الارتري وماينس البريشر في الفين واقسمهم على الريزيستنس. فالريزيستنس اللي احنا قلنا عليها في المقام تحت كل لما زادت الريزيستنس كل لما قل كميه الدم اللي داخله للكدني، والعكس ايه؟ والعكس صحيح. دي اهم نقط كانت موجوده عندنا في المحاضره. وان شاء الله نكمل المحاضرات الجاية بإذن الله. سلام عليكم.